نعرف أنه عم تتغير منظومة القيم والحياة السائدة في مجتمعاتنا بشكل عام مع التطور المتسارع لإيقاع الحياة بالعموم الاستهلاكي والمادي اللي عم تروج له التطبيقات الحديثة اللي أصبحت تتصدر علاقاتنا الاجتماعية والافتراضية. أيضا نجد أنه القيم أصبحت تأخذ مفهوم آخر تتصدره المصلحة الشخصية والمنفعة المادية. طبعا مع اختلاف منظمة القيم يلي عم نعيشها اليوم كان هو عنوان المؤتمر العلمي الأول لمؤسسة الدراسات التربوية والنفسية أيضا تحت مسمى أزمة القيم في ظل التحديات المحلية والعالمية أيضا. ومن خلال ضيوفنا اليوم بالاستديو رح نتعرف على أبرز المحاور يلي اتضمن المؤتمر مع الدكتور وائل خطار مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة الدراسات التربوية والنفسية. صباح الخير دكتور. وأيضا معنا الدكتور إبراهيم المصري عضو هيئة تدريسية بجامعة دمشق. صباح الخير دكتور. أهلا وسهلا. صباح النور. أهلا وسهلا فيكم. رح نبلش مع حضرتك دكتور وائل، خلينا نتعرف بشكل أوسع اليوم على المؤسسة، مؤسسة الدراسات التربوية والنفسية، أهدافها وآلية عملها. بالنسبة لأهداف مؤسسة الدراسات التربوية والنفسية، أول موضوع هو نشر الوعي الثقافي التربوي والاجتماعي، وهذا هي ناحية. الناحية الثانية تقديم الخدمات لكل فئات المجتمع السوري، كان الخدمات العلاجية أو الخدمات في الجانب الثقافي. موضوع يعني الهدف الثالث هو مشاركة أكبر عدد ممكن من الباحثين السوريين في المؤسسة، يعني هذا موضوع كتير مهم. هي بالنسبة لموضوع الأهداف، أهداف المؤسسة بشكل عام. طبعا المؤسسة أخذ تصنيفين، تصنيف تمكين تعليم وخدمات اجتماعية. في مجال التمكين التعليم نبدأ بهذا الموضوع من مرحلة ما قبل المدرسة، أي ما يسمى بمرحلة الطفولة المبكرة، ومن ثم مرحلة المدرسة من عمر 6 سنوات وحتى عمر 18 سنة، وبعد مرحلة ما يسمى بالتعليم ما قبل الجامعة أيضا موضوع التعليم الجامعي، لأنه هي مسألة كتير مهمة. يعني هون نحن عم نستهدف الأطفال، عم نستهدف الشباب والشابات. ايضا بنواحي ثانيه ايضا بيتم استهداف كبار السن، بيتم استهداف فئات ما يسمى باصحاب الحاجات الخاصه، بيتم تقديم خدمات لهم. وفي مجال الخدمات الاجتماعيه اللي هو التصنيف الثاني للمؤسسه، طبعا بموضوع تقديم مساعدات لما يسمى بالفئات الهشه، الأيتام والعجزة والكبار السن، ومثل ما قلت كمان أيضا أصحاب الحاجات الخاصة. خلينا ننتقل عندك دكتور إبراهيم. اليوم أنتم بصدد إطلاق المؤتمر يلي كان تحت مسمى المؤتمر الأزمة القيم بظل التحديات المحلية والعالمية. خلينا نحكي عن أهمية هذا المؤتمر اليوم وشو ضمنت محاوره كونه هو نواة عمل عند عدد كبير من الباحثين. نعم، أسعد الله صباحكم. في البداية القيم بطبيعتها هي المحرك الأساسي للعمل، هي التي تحدد توجهات العمل الاجتماعي. ومجتمعاتنا استهدفت بغزو ثقافي ليس جديد منذ فترة طويلة. يأتي هذا المؤتمر كنوع من الاستجابة من قبل المثقفين والباحثين للبحث في عمق الأزمة الثقافية والبحث عن حلول لهذه الأزمة الثقافية. هذا المؤتمر يعتبر نوع من تجمع العقول وله مهمة محددة، هذه المهمة هي الخلوص إلى توصيات قابلة للتحقق وقابلة للمتابعة. طبعا أهمية المؤتمر يأخذ أهميته من جانبين، الجانب الأول هو جانب القيم كما قلنا، الجانب الآخر هو جانب الفكر ذاته. المؤسسة، مؤسسة الدراسات التربوية والنفسية، كونها مؤسسة دراسات هي متوجهة باتجاه إنتاج الدراسات. حتى ننتج دراسات ذات قيمة
علينا أن نشكل فريقا. هذا المؤتمر يعتبر الآن نوع من المؤتمرات الاستقصائية التي تحاول جمع أكبر قدر من الباحثين من أجل تشكيل فريق بحثي متكامل ومتميز يستطيع فيما بعد أن يضع برنامج جيد لإنتاج دراسات لاحقة، طبعا ليس فقط في مجال القيم وإنما في كل المجالات التي تهتم بها المؤسسة. يعني الدكتور وائل حكى عن المجالات الاجتماعية والمجالات المعرفية، وطبعا هي كونها تربوية ونفسية فهي تختص بالجانب التربوي ومنه تمكين التعليم، وبالجانب النفسي ومنه بعض المشكلات التي تواجه مجتمعنا. لذلك المؤتمر يعني يأخذ أهميته من هذا الباب. أكيد دكتور وائل، يعني مثل ما حكينا ببداية الحديث أو المقدمة لفقرة اليوم، إلنا نحن عم نعيش متغيرات كثيرة حالياً، وبالأخص متغيرات اللي ألقت ظلال الحروب بشكل عام على المنطقة، والأزمات النفسية، أزمات الأخلاقية. صرنا نشوف الواقع الافتراضي خلق كثير من الصعوبات والتحديات أمام هذا الجيل وأمام المجتمع بالعموم. خلينا نحكي عن أهم هي التحديات وكيف سيعالجها المؤتمر. بالنسبة لموضوع الشيء اللي عم تتفضلي فيه، موضوع التحديات، هي مسألة كتير مهمة. نحن اشتغلنا بهذا الموضوع بطريقة منهجية وبمنهجية البحث العلمي. أول شيء قمنا بعملية يعني دراسة واقع أزمة القيم، دراسة الواقع، لأنه نحن بأي عمل بدنا نقوم فيه بدنا ننطلق من الواقع. الناحية الثانية، المرحلة الثانية، انتقلنا لتحديد السلبيات والإيجابيات. مثل ما تفضلتي، ما هي السلبيات وما هي الإيجابيات. المرحلة الثالثة يلي هي مرحلة ما يسمى بإيجاد الحلول، لأنه أنا إذا بدي أطرح أي مشكلة فليصمت الإنسان. يعني هذا الموضوع، هي المنهجية العلمية هيك يعني بتقول. يعني فلذلك أنا بدي أقول شغلة كتير مهمة. اليوم أي مجتمع من المجتمعات بيعيش بإطار منظومات، وإذا بدي حدد أكثر في إطار منظومتين، المنظومة المعرفية والمنظومة القيمية. يجب أن يكون هناك، يعني خليني أقول، يجب أن يكون هناك تكامل بين هاتين المنظومتين، أو يجب أن يكون هناك توالف بين هاتين المنظومتين. اللي بدي أقوله أنه هالمنظومة هي اللي بيعيش فيها المجتمع، يجب أن تكون نحن بدنا نعمل على تعزيز منظومة القيم الإيجابية، وأنه نبتعد عن منظومة القيم السلبية. وهذا طبعا عبر التاريخ في شواهد على هذا الموضوع. أنا دائما فيما يخص موضوع منظومة القيم يعني بذكرها، أنه لماذا بنى الصينيين سور الصين العظيم؟ هن بنوا لحتى يردوا الغزوات، ولكن عندما انغزت الصين مباشرة دخلوا الغزاة من الباب. لماذا؟ لأنه اهتموا بالحجر ولم يهتموا بالإنسان، رشوا الحارس يعني، وهي الرشوة هي قيمة سلبية. إذا ما اهتموا ببناء الإنسان. وهون أنا بأكد أنه وقت ما بدي أحكي عن منظومة، إن كان معرفية أو منظومة قيمية، إذا المنظومة هي بناء، أنا بدي أهتم ببناء الإنسان، البناء المتكامل المتوازن. وأقصد بالبناء المتكامل أنه أنا بدي أبنيه بكافة جوانب شخصيته الاجتماعية والثقافية والسياسية والواوا إلى آخر ما هنالك، الجسدية، ما بدي أغفل شيء، العقلية الوجدانية. والتوازن أعني أنه ما بدي خلي أنا شيء يطغى على شيء، يعني أنا ما بدي خلي مثلا العقل يطغى على الوجدان. وقت ما بيطغى العقل على الوجدان لا تفكروا يعني الأمر مدمر. يعني أنا هون بدي أحكي عن العلم كسلاح ذو حدين. الذرة إما أنه يتم استخدامها لأعمار البشرية، أو بيتم استخدامها لبناء البشرية. من خلال من؟ من خلال محرك الإنسان. عندما يكون الإنسان شرير بيستخدمها لدمار البشرية، وعندما يكون الإنسان خير يستخدمها لماذا؟ لإعمار البشرية. فلذلك اليوم مسألة
القيم حقيقة مسألة كتير مهمة. وسيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد أشار لهذا الموضوع بخطاباته وفي لقاءاته، وقال حرفيا أنه نحن اليوم عم نعاني، أنا عم نعاني من أزمة أخلاق. يعني هو تكلم عن أزمة الأخلاق، قال أنا حكيت عن أزمة الأخلاق قبل ما أحكي أنا عن التطرف، وقبل ما أحكي عن التعصب، وقبل ما أحكي عن الإرهاب. اليوم مدام نحن حصلنا شبابنا وحصلنا شاباتنا وحصلنا أطفالنا بالقيم الإيجابية، فأكيد مجتمعنا رح يكون مجتمع، يعني باختصار مجتمع إيجابي، مجتمع إيجابي، مجتمع معافى، مجتمع متطور. اليوم القيم القيم مسألة كتير مهمة حقيقة بحياة المجتمعات وبحياة الإنسان. ممكن كمان نكون حصلنا بلدنا كمان. نعم طبعا. خلينا ننتقل عندك كمان دكتور إبراهيم ونسألك بالمؤتمر يلي صار فيه توجهات مطروحة من خلال هذا المؤتمر، خلينا نعرف شو أهم التوجهات كانت. نعم، في الواقع الباحثين الذين تقدموا بأبحاثهم للمؤتمر أخذوا المحاور كنقطة هداية لهم، تقريبا يعني معظم المحاور غطوها، لكن الآن أنا سأتكلم بالعموم. هناك جزء من الأبحاث توجهت نحو أثر وسائل التواصل الاجتماعي على منظومة القيم. الآن وسائل التواصل الاجتماعي في الواقع تؤثر تأثيرا هائلا، إن كان سلبي أو إيجابي، نحن الآن نقول أن لها تأثير، لكن علينا أن نوجه هذا التأثير بالاتجاه الإيجابي بدل أن يوجه بالاتجاه السلبي. بعض الأبحاث تكلمت عن الإرهاب الإلكتروني، بعض الأبحاث تكلمت عن أثر بعض الألعاب في تنمية بعض النزعات العنفية لدى الأطفال، ألعاب مصممة لكي تجعل الطفل من الداخل عنيف. نعم، فمجموعة من الأبحاث تكلمت بهذا الاتجاه، بحثت أسس الأزمة القيمية من هذا الاتجاه، وبعضها أيضا تكلم عن الثقافة الرقمية، كيف يمكن أن كيف هو واقعها وكيف يمكن أن نستفيد منها. وهذا جمالية البحث العلمي، أنه يبحث في وصف الظاهرة ويبحث في مآلات هذه الظاهرة وكيف يمكن أن نطوع هذه الظاهرة من أجل صالح المجتمع. أبحاث أخرى ذهبت إلى التعمق في الأساس الفلسفي لمنظومة القيم. الأساس الفلسفي لمنظومة القيم والأساس المعرفي لمنظومة القيم شيء مهم جدا، لأنه كما قلنا منظومة القيم هي التي تقودنا، تقود أفعالنا. منظومة القيم هي التي تحدد أن هذا الفعل محمود أو مذموم، فإذا صنف هذا الفعل محمودا سيسلك الناس بهذا الفعل، سيسلكونه وهم مرتاحو الضمير دون أي نوع من تأنيب الضمير، وإذا وصم بأنه فعل مذموم سيستنكفون عنه. الآن ما الذي حصل؟ الذي حصل أن بعض الأفعال التي كانت تصنف مذمومة في مجتمعنا جرى العمل عليها لتصبح وكأنها أفعال محمودة طبيعية، وهذا الموضوع تماما تطبيع بعض الأفعال السلبية. هذا الموضوع جرى على منظومة القيم، على الأساس الفكري لمنظومة القيم. لذلك لدينا مجموعة من الأبحاث تكلمت عن التسامح مثلا، تكلمت عن التعايش، تكلمت عن الجمال. الفعل الأخلاقي فعل جميل، وكل مرة ترين شيئا من البشاعة اعرفي أن هناك يدا قد تدخلت لتغير ماهية هذا الفعل. بعض الأبحاث أيضا ذهبت باتجاه دور المؤسسات. طبعا المجتمع شيء متكامل، الجانب السياسي والجانب الاقتصادي والجانب التعليمي والجانب الصحي والجانب الإعلامي وإلى آخره، هذه كلها تشكل منظومة واحدة تفعل فعلها معا أو تتراجع معا. لذلك بعض الأبحاث توجهت نحو دور المدارس مثلا في تنمية الجانب الإيجابي من الأخلاق، دور الجامعات، دور الاتحادات مثل اتحاد الطلبة مثلا أو اتحاد الشبيبة أو بقية الاتحادات، دور الإعلام، الإعلام له دور. هذه الأبحاث في الواقع أيضا تعمقت في هذا الجانب، ولدينا توصيات جيدة يعني عندما إن شاء الله سنعرضها، طبعا ستصلكم نسخة منها، توصيات إن شاء الله ستكون قابلة للتطبيق والمتابعة. طيب دكتور وائل، حكى الدكتور إبراهيم نقاط مهمة جدا، يعني نحن
نحن عم نعيش مو بس فقط تغيير بمنظومة القيم، العمل على تغيير بناء الإنسان بشكل عام من صغره، نحو أنه يكون بعزلة اجتماعية، عزلة عن عائلته، عزلة عن مجتمعه، عزلة عن واقعه، عن مشاكله، حتى ينأى بنفسه من المشاركة المجتمعية. هل هذا الجزء أيضاً كان موجود ضمن المؤتمر وضرورة العمل على إعادة دمج الإنسان بواقعه بظل هذه الظروف والتحديات الكبيرة اللي عم نشوفها حالياً؟ أكيد، يعني قلت لك أنا موضوع بناء الإنسان هو اليوم الأهم. اليوم أنا قلت يعني عبارة البشر قبل الحجر. صحيح. حقيقة بناء الإنسان، بناء المنظومات اللي موجودة عند الإنسان، كان المنظومة المعرفية أو المنظومة القيمية. اليوم المنظومة المعرفية كتير كتير مهمة. اليوم الوعي، العقل، يعني أنا بدي أقول شغلة من خلال الشيء اللي مرينا فيه بالسنوات السابقة، من الذي غرر فيه؟ هل هو الإنسان الواعي أم قليل الوعي؟ أكيد الإنسان القليل الوعي، وصار في اعتراف بهذا الموضوع بما يسمى بالتغرير يعني. فلذلك اليوم أنا بدي أبني عقل الإنسان وبدي أبني وعيه، ولكن مثل ما حكيت بشكل متوازن مع وجدانياته. يعني أنا ما بدي أطغى بشيء على حساب شيء. وحقيقة يعني هذا الموضوع، يعني اليوم العمل على بناء العقل وبناء الوجدان اللي هو من ضمنه بناء الوجدان القيم الأخلاقية والقيم الجمالية، اليوم نخلق عند الإنسان الشخصية المبدعة. ونحن اليوم بحاجة لأطفال مبدعين عندنا، بحاجة إلى شباب مبدعين، بحاجة إلى يعني إبداعات بكل يعني مناحي الحياة بكل مؤسسات الدولة. وحقيقة الإنسان يعني السوري أثبت بهالأزمة أنه إنسان قوي، إنسان مبدع، إنسان محب، إنسان متسامح يعني. وأدرك، والإدراك يعني هو وعي أيضا أنه نحن حقيقة مستهدفين من الخارج، مستهدفين يعني. نعم، ومستهدفين ومستهدفين يعني مستهدفين من الخارج، لن أكون مطيلا، أنا مستهدفين من الخارج حقيقة، مستهدفين يعني ببنياننا، بإنساننا وبمجتمعنا. ولكن نحن الحمد لله بقيادتنا الحكيمة يعني قدرنا أنه يعني نوقف ونتجاوز هذا، نتجاوز كل شيء. طبعاً هذا شيء طبيعي دكتور وائل أنه نكون مستهدفين، لأنه سوريا دائماً تولد المبرمجين والعباقرة. نعم. وأهم الأدباء والعلماء. أكيد ما ضل معنا وقت، وبدنا نتشكر وجودكم معنا لليوم دكتور وائل ودكتور إبراهيم، أهلا وسهلا. شكراً. شكراً لكم. شكراً. شكراً للمبرمجية السورية أنها أتاحت هذه الفرصة لعرض هذا الموضوع المهم. شكراً. أهلا وسهلا. شكراً جزيلاً.